طبعا مع أزمة السكن عندنا هنا، هذا الذكر مخلي معاه أنثى أنثيتين والثالثة هناك الأخت كاشي. وي تعالي مسوية زحمة هنا. طبعا هذه الأخت كاشي ما شاء الله مسيطرة وفيها تشحيم، فشغالين قاعدين نعالج فيها. فالمشكلة عندنا الآن هي مسيطرة على الذكر هذا الأصفر، وماسك البرج هنا وماسك البرج هنا. ومشكلتها لما تبيض ما يجي بيض مخصب عشانها مشحمة. وركبنا البرج الثاني علشان واحدة من الاثنين تسلك مع الأخ هذا، لكن برضو الأخت مسيطرة، لا تبغى أحد يقعد على البرج ده ولا تبغى أحد يقعد على البرج هذا. قول الله المستعان، بس إن شاء الله نفلح.